يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة. وهذه مشاهدينا الكرام درجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. في الأسكندرية 23-12 ويكون الجو فيها معتدل. في مطروح 22-10 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 22-14 يكون الجو فيها أيضا معتدل. وفي الإسماعيلية 26-10 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 والصغرى 12 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 23-12 يكون الجو أيضا معتدل. في طابة 26-14 يكون الجو مائل للحرارة. في شرم الشيخ 31-18 يكون الجو حار. في الغردقة 29-14 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 13 يكون الجو حار. في أسوان أيضا 35-15 يكون الجو حار. في الوادي الجديد 35-12 يكون الجو حار. في شلاتين 30-15 يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 26-18 يكون الجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.